سوزي الأردنية سابت لأبوها البيت وقعدت دلوقتي في شقة بتاعتها لوحدها في مصر الجديدة، وبتروح تزورهم وترجع علشان تبص على أمها وأخواتها. قالت مش هرجع إلا لو رجع لي فلوسي كلها. أبويا أخد مني الفلوس لما كنت في المستشفى، رجعت علشان أجيب فلوسي أتعالج بيها، لقيته أخدها وإداها لأخته، وده اللي زعلني. الناس طلعت وانتقدتني علشان بتكلم مع أبويا وحش، بس أنا أصلا من وأنا صغيرة وأنا مريضة نفسيا وبتعالج عند طبيب نفسي. الجدير بالذكر إن دي بقى اسمها سوزي أيمن، وهي مراهقة في ثانوية عامة، اتولدت في 2006، جنسيتها أردنية برغم إن أبوها وأمها معاهم الجنسية المصرية، بس علشان هي عاشت في الأردن 11 سنة. قبضت عليها الشرط يوم الحد 14/1 بتهم التشويه سمعة أبوها وتحريض الشباب على التمرد والتلاسن. سوزي كمان ليها أختين هما مودة ومي، ودايما بتعبر عن حبها الكبير قوي لأختها مي، وطلعت معاها في أكتر من فيديو. ومي من أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة، والناس لما اتهمتها أنها بتتاجر بمرض أختها بطلت تطلعها معاها فيديوهات. بس أنا اللي هيجنني عايز أعرف ليه نفخت شفايفك يا سوزي؟